يحتفل الإيرانيون بعد أيام بعيد رأس السنة الفارسية المعروف بعيد النيروز، ويتناقل الإيرانيون في هذه المناسبة عادات تعود في قدمها إلى 3000 عام، ولهذا العيد مكانة خاصة في المجتمع الإيراني. فما هو عيد النيروز؟ التقرير التالي يلقي الضوء عليه. عيد النوروز رأس السنة الإيرانية حسب التقويم الهجري الشمسي، عيد يحتفل به ملايين الإيرانيين وغيرهم من القوميات كالأتراك والأكراد والأفغان. ليلة العيد تجتمع العائلة جميعها حول مائدة السينات السبع، أي هافتسين باللغة الفارسية، وهي عبارة عن مجموعة أطعمة وفواكه تبدأ كلها بحرف السين وترمز إلى ولادة حياة جديدة. في الوسط توضع نسخة من القرآن الكريم وكتاب الشاعر الشهير حافظ الشيرازي، ومن ثم يتلو الحاضرون دعاء خاصا عند ساعة تحويل العام الجديد. سفرة السينات السبع هي عادة قديمة جدا، كان اسمها سابقا الشينات السبع ثم تبدلت، والعيد لا يمكن أن يكون ممتعا بدونها، وكل واحدة من أجزائها له معنى خاص وجميل، تعطي كلها معنى التجدد والحياة. مراسم عيد النوروز ورثناها عن أبائنا وأجدادنا ونعلمها لأبنائنا. يعود تاريخ هذا العيد إلى حوالي 3000 سنة، والنوروز يقصد به اليوم الجديد، وهو يصادف مع بداية فصل الربيع، لما لهذا الفصل من معان رائعة. عيد النوروز الذي ورثه الإيرانيون عن أجدادهم أدخلوا عليه مفاهيم وعادات إسلامية وألغوا منه الطقوس الوثنية بهدف أسلمته وشرعنته، وفيه تدخل البلاد عطلة تمتد لأكثر من أسبوعين، هي الأطول على مدار السنة. النوروز لا يمكن أن ينقضي دون شراء حاجياته ومستلزماته من مأكولات وملابس جديدة، ولائحة المشتريات طويلة، لكن سأشتريها رغم الغلاء وارتفاع الأسعار. نتفائل بعيد النوروز، لهذا نحن نشتري أشياء جديدة لكي تحمل لنا السنة القادمة أياما جديدة وأفضل. أنا شخصيا أقوم في كل نوروز برحلة إلى دولة أجنبية. المناسبة تشهد حمى شراء غريبة خصوصا لدى النساء، لا سيما شراء المكسرات والفواكه والألبسة وأثاث جديد، وإطلاق عملية نظافة شاملة في المنازل والشوارع، إذانا ببدء الربيع والسنة الجديدة. أيام عيد النوروز هي الأفضل عند الإيرانيين، يستقبلون فيها السنة الجديدة بكافة طوائفهم وقومياتهم، أيام مزج فيها التقاليد والعادات القديمة بالآداب والشعائر الدينية في محاولة لأسلمة هذا العيد، سيما وأنه بات متجذرا في ثقافاتهم وجزءا لا ينفك عن حضارتهم. زينب شمس، قناة آسيا، طهران.